ايه ده؟ ايه الزيطه دي يا ولد؟ ايه يا ولد انت؟ يا ولد انت سيب الكوره يا ولد، يا ولد انت يا ولد اللي هناك ولا حركه. سندوتش الفول بتاعك، ها؟ لازم تعرفوا ان انا من النوع اللي بضرب وفي نفس الوقت بنضرب، مفهوم؟ العبوا تاني. واخد عقلك؟ بحب يا خميس، بحب. يا سيدي هانت، اديك النهارده هتخطب وبعده هتكتب وبعدين تخلف وبعد بعده تتجوز وبعدين هتشحت وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان. يستحيل يا خميس، يستحيل. يا سلام عليا وانا متجوز ومخلف عيل صغير واقعد العبه ويضربني بالقلم على قفايا ويقول بابا بابا، وبعدين نروح الدابي بصوابع الاثنين في عينيا مخزقهم لي، وطبعا هبقى ضرير وهيرفضوني من المدرسه، وابن حبيبه هو اللي هيسحبني وراه على القهاوي نشحت سوا، وبعدين هياخدونا تسول ونبقى في الحجز. يا سلام يا سلام على امه لما تيجي تضمننا، يا سلام. ربنا يوفقك. بس المهم امها، امها خميس، لا انا بنزل لها من زور ولا هي بتنزل لي من زور. وانت مالك ومال امها؟ المهم ابوها المعلم عاشور راجل جدع. هو جدع في الحته بس، انما في البيت ما يقدرش يكح لما ياخد اذن منها. واذا ما اذنتلوش يفضل حابس الكح لحد ما يروح القهوه ويطلب كرسي ويقعد يكح عليه. بس عليه كح. ما شاء الله ما شاء الله يا اساتذه. ايه ده؟ ايه عاملينها قهوه؟ تحب اوصيكم بنفسي على قهوه وكمان شيشه؟ لا انا اخد حلبة حصى ودومنا. تاخد ايه؟ انا عايز شيح بابوني. بس اتخفت اهو. ايه؟ الحصة ابتدت بقى لها 5 دقايق. اتفضل يا استاذ حسين اتفضل. لا والله يا استاذ خميس ما صحش ده كلامك انت الاول. يا راجل برضه مش معقول. انا مدرس عربي على قدي، انما انت استاذ تاريخ. انا ياما نابليون حكالي عنك. يا سلام، انت هتقولي على نيبو؟ ما كان معايا في المدرسة واترفدنا سوا، هو اتكل على الله وراح فرنسا وانا اشتغلت هنا. حظوظ يا خميس. امشي انت وهو بره. مدرسين خردة. خد الزمارة.